مندوبا عن معالي وزير الثقافة، افتتح الأمين العام للوزارة مؤخرا مهرجان لواء ناعور الرابع للثقافة والتراث على ملعب مركز شباب ناعور. واشتمل المهرجان على كلمات ترحيبية والعديد من الفعاليات التراثية كالشعر والغناء وعزف الربابة، سعيا لإحياء وتوثيق تراث المنطقة في كتاب التراث الوطني، وتشجيعا للحركة السياحية والثقافية والتراثية، ودعم دور الشباب والمرأة في الحفاظ على التراث. هذا المهرجان هو يأتي ضمن صلب أهداف وزارة الثقافة التي تهدف إلى صون وحفظ التراث الشعبي وإدامته وإتاحته للناس، فنحن نشجع مثل هذا الفعل الثقافي، خاصة أنه مقدم من قبل منتديات وملتقيات ثقافية وبجهود أهلية ومن المجتمع المحلي. جمعية إحياء التراث ناعور اليوم أقامت هذا المهرجان، مهرجان لواء ناعور الرابع للثقافة والتراث تحت مسمى الموروث الشعبي. ليش اخترنا طبعا هذا العنوان؟ اخترنا لنوصل النشء إلى هذه الرسالة، رسالة الموروث الأباء والأجداد، فنحن بحاجة ماسة إلى إعادة تراثنا. لثارت الهيجاء نثور مثل الذيابة والصقور، واللي تحدانا بعثور حالة غدا يرتالها. دور المرأة مهم، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وكدوري أنا من 2008 بجمعية إحياء التراث الحفاظ على الموروث التراث، على لغتنا، على لباسنا، على في شغلات كثيرة. ناعور هي من المدن الأردنية اللي تأسست مع بدايات الدولة الأردنية، كان لها دور كبير في المساهمة في أمن وأمان المملكة الأردنية الهاشمية، دائما تحتفل بالأعياد الوطنية والأعياد اللي تخص القائد وقائد الوطن. داري بالقلب عمان هي عاصمتي للنفوس الأصيلة، شوفوا معي الأردن على مر الأزمان يثقل عليه الحمل لكن تشيله. ناعور تستحق الكثير من أهلها، تستحق الكثير أن تكون في مقدمة المدن الأردنية في الموروث الشعبي، وأن تكون ضمن المناطق أو المدن الجميلة في ناعور. احنا بنحتفل في هذا اليوم وبنعتز وبنفتخر في هذا اليوم الطيب في لواء ناعور، وهذا طبعا فخر وعز وكرامة إلى لواء ناعور في هذه الجمعات الطيبة، وهذا الحضور المميز من شيوخ وجهاء العشائر الأردنية من جميع المحافظات. حوم على الأنذار.